بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب أولياء أمور مدارس التربية المتميزة. أهلا ومرحبا بكم في برنامج رياضة في رياضة ضمن فقرات برنامج معا نستمر والتعلم عن بعد. النهاردة إن شاء الله عندنا يوم رياضي إن شاء الله من فقرات البرنامج وإن شاء الله نبدأ مع بعض. بسم الله يلا أبطال نبدأ الإحماء أول مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 أحسنت خلف. 1 2 3 4 5 6 7 8 أحسنت حرك جسمك. 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز. نفس التمرين أسفل. 1 2 3 4 5 6 7 8 أحسنت. إيدك في الجنب. 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز. زي ما اتكلمنا قبل كده شباب قلنا إنه تمارين الإحماء بتعمل ترفع حرارة الجسم وحرارة الدم بحيث إنه ما يحصلش أي إصابات. طيب نبدأ دلوقتي بطلات العضلات الخلفية زي ما سويناها قبل كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس التمرين هنسويه للجنبين. شوف معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز. ده تمرينات شباب زي ما قلنا من الاطالات للعضلات الخلفيه للجسم. طيب النهارده نبدا نعمل تمرينات شباب اسمها التقويات بمساعده اي شيء في البيت. النهارده انا استخدمت بعض القوارير، قوارير المايه العاديه. هي بتعمل زي حمل ولو بسيط بيساعد العضلات انها تكون في عندها قوه زياده. نشوف مع بعض اول تمرين. ثبت دراعك الامام وابدا للجنب. 1 2 3 4 5 6 7 8 ممتاز. طبعا تمرين الشباب بيعمل بيأثر جدا على عضلات الصدر وعضلات الأكتاف. نبدا للامام. شوف معايا. ثبت دراعك الامام. 1 2 3 4 5 6 7 8 طبعا ده تمرين شباب بيأثر جدا على عضلات الأكتاف، بيقوي عضلات الأكتاف بشكل كويس جدا. طيب نفس التمرين هنسويه. شوف معايا مع بعض. التمرين اللي بعده هنسوي أسفل. 1 2 3 4 5 6 7 8 جميل. نفس أسفل. طيب التمرين بعد شباب نبدأ ازاي؟ نفس القوارير معايا. بثبتها في الجنب وافتح رجليها شويه. وضع مش رجليك بيكون زاويه 45 درجه. ثبت دراعك وابدا انزل اسفل. 1 2 3 4 5 6 7 8 طبعا التمرين ده شباب بيفيد عضلات الفخذ الاماميه، بيركز عليها جدا، بيعمل تقويه لعضلات الفخذ الاماميه. النهارده عندنا تمرين بعضه تمرين رشاقه مساعده كره القدم. الكره ثابته طبعا في مكانها وبنبدا نحرك عليها واحده واحده. شوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 كده النهارده هيكون انتهى برنامج حلقه برنامج رياضه في رياضه. اشوفكم ان شاء الله مرة جاية. السلام عليكم ورحمة الله.